وقطر تصفيات مونديال روسيا بسقوط أمام مستضيف الأوزبكي بهدف دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الأولى، لتبقى المنافسة منحصرة بين إيران وأوزبكستان وسوريا. أوزبكستان هي المحطة السابعة التي يتوقف عندها القطار العنابي في هذه التصفيات، ورجال المدرب فوساتي في هذا الملعب يريدون محو آثار الهزيمة الأخيرة أمام إيران في الدوحة. سيباستيان سوريا حاول ترجمة عزيمة الضيوف في هذه اللقطة، لكن الشوط الأول كان عقيما، تسديدات خارج المرمى من هنا ومن هناك، ما جعل الجماهير في المدرجات تنشغل بأشياء أخرى فضلا عن متابعة المباراة. أصحاب الأرض اتفقوا على عدم التفريط في النقاط الثلاث، وكثفوا من هجماتهم بحثا عن هدف التقدم. ورغم المحاولات غير موفقة من جانب العنابية، إلا أن أوزبكستان نجح في هز شباك الضيوف من مخالفة مباشرة، وعادل أحمدوف صوبها بهذه الطريقة. فرحة كبيرة في المدرجات لجماهير تحلم بالمونديال، أما العنابي القطري فلم يتمكن من العودة في النتيجة، لتنتهي المواجهة وسط فرحة عارمة للأوزبكيين وخيبة أمل واضحة على وجوه المدرب فوساتي ولاعبيه. والله ما أدري إيش أقول لك صراحة، يعني حرام أن يعني المسؤولين الجماهير أن كانوا يحطون أمل أن في التصفيات أن نحن نصعد، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. احنا نقول لهم يعني سوري وايد قلنا لهم، فمعليش سوينا اللي علينا والباقي على الله ان شاء الله.